هنا تصمت الأصوات، تتوقف الحياة، تشح العيون فارة من رؤية واقع مرير يعافره هؤلاء كل يوم. أجساد هزيلة لم تجد رغيف خبز تسد به جوع بطونها الخاوية. وسط هذا الخراب تتجند عائلات لمواجهة أشباح، شبح المجاعة، الجفاف والأمراض التي تنخر تلك الأجساد الحارية. في الصومال لا وجود لحياة كالتي نعيشها، فالأرض أمسكت عن عطائها والسماء شحت عن غيثها ليموت كل حي هناك من بشر، حيوانات ونباتات وسط صمت دولي قاهر. هناك خطر كبير يعيش ملايين الأشخاص في الصومال، وهو نقص المياه والغذاء والمراعي بسبب جفاف خزانات المياه والأبار. عملية التغيرات المناخية بتضرب بشدة. هذا الوضع الحالي المتردي أجبر بالفعل حوالي 100,000 شخص على الفرار من منازلهم بحثاً عن الطعام والمياه والمراعي لمواشيهم. في الضفة المقابلة يبدو أن لعنة قد حلت على سكان اليمن. هناك يموت طفل كل 75 ثانية، بلد يصارع حربين اثنتين من أجل البقاء على قيد الحياة. حرب سلاح وسلطة فرضت عنوة حرب خبز وماء، وبحسب آخر تقديرات الأمم المتحدة فإن ثلثي سكان اليمن يحتاجون إلى مساعدات فورية في مواجهة أكبر مجاعة في التاريخ الحديث. هناك خطر كبير من انتشار المجاعة في اليمن. برنامج الأغذية العالمي حذر أن البلاد على شفأ المجاعة. طبعا أزمة الجوع في اليمن ازدادت بين شرائح كبيرة من المجتمع المحلي تزامنا مع ارتفاع الأسعار العالمية وارتفاع أيضا الأسعار الناجم عن تدهور صرف العملات. طبعا اليمن أيضا يعاني من صراعات مدمرة وعنيفة منذ فترة طويلة. أكثر من نصف سكان اليمن معرضين لخطر الجوع الحاد مع استمرار الصراع الدموي في البلاد منذ ما يقرب من 7 سنوات. وتتواصل تحذيرات الأمم المتحدة من خطر انتشار المجاعة في اليمن والصومال، حيث تشير إحصائيات إلى أن أكثر من 16 مليون يمني مهدد بالجوع. وفي ظل هذه الظروف الإنسانية المخيبة تحتاج المنظمات إلى أكثر من 860 مليون دولار للمساعدة في تخفيف حدة الأزمة.